معكم مهندسة فاطمة عادل الزراع من لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة، خريجة جامعة قطر بتخصص هندسة معمارية. دوري في اللجنة هو مدير مشروع تصاميم، شاركت في تصاميم الجسور والحدائق والأسوار التجميلية، بعد في حملة قطر وعيالنا يزرعون شيرة. إن شاء الله اليوم بنتكلم مع ضيفة مميزة، الفنانة التشكيلية والناشطة الاجتماعية الفتون الجناحي. بس حبيت أذكركم متابعينا أن في عندكم بوكس الأسئلة بيكون تحت، إذا عندكم أي استفسار تقدرون تدخلون على هالبوكس وتسألون السؤال اللي في خاطركم عن أعمال اللجنة. طبعا أحب أذكركم بالعنوان مرة ثانية، أعمال العنوان طبعا هو موضوعنا أعمال لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة. فننطر إن شاء الله الفنانة فتون تدخل معانا، نتكلم عن المهام، اللجنة شنو تسوي بالضبط، وشنو يعني بندش شوي ديتيلز في سالفة اللجنة، لأن في وايد ناس ما يعرفون شنو هي اللجنة. ننطر فنانتنا الفتون تدخل إن شاء الله عشان نتناقش. يا هلا الفتون، حياك الله. أهلين أهلين، هلا، شو أخبارك؟ خير الله يسلمك، تقبل الله صيامك وقيامك. منا ومنك إن شاء الله. أول شيء أعرفكم نفسي، معاكم الفتون الجناحي، رسامة. فاطمة، تعطيتيهم كذي بريف سريع عن موضوع اليوم؟ ايوه تكلمنا بس عن كانون، الحين ما دخلنا ديب ان شاء الله معك. اوكي، طبعا انا مجهزه اسئله حق فاطمه تقريبا بتغطي كل شيء خاص باللجنه اللي تنظم تجميل الطرق والمشاريع. ففي البدايه بس حابه ان فاطمه تشرح لكم عن هاللجنه، اذا ممكن فاطمه بس تكلمينا عن لجنه المشاريع وتجميل الطرق بشكل عام. في البداية نبي نتكلم عن هدف اللجنة أو ليش إحنا كوننا هاي اللجنة. تكوين اللجنة، تعرفين إحنا زادت النهضة العمرانية عندنا، زاد عدد السكان عندنا، وسيلة المواصلات الوحيدة اللي إحنا نستخدمها اللي هي السيارات. فإحنا شلون نشجع الناس إن يغيرون ثقافتهم المجتمعية، نبنغير ثقافة المجتمع الإقتصادي في إنه يكون عندهم healthy lifestyle اللي هي الحياة الصحية. وفرنا لهم مسارات، المسارات طبعاً هاي مختلفة، عندنا حق المشاة وحق الدراجات الهوائية. ما أدري إذا شفتي عند فيستيبل، إذا شفتي مسارات موجودة عندنا، وعندنا بعد إنجاب الحزم. ففكرة المسارات هي بتخلي الناس تتشجع أن يكون في عندها ممارسة حق المشي. بعد إحنا فكرنا من ناحية المناخ، لأن الناس ما تعرفين مناخ الدوحة حار، فإحنا شلون بنلطف الحرارة هذه مثل المناخ عشان الناس تقدر تستغل المشي في أي وقت يقدرون يتمشون. اللي سويناه ان احنا حطينا الشجر، الاشجار هذه دائما تعطي فنتيليشنز حق المكان نفسه، فاحنا شيء يعني تعطي فنتيليشن وبتعطي ظلال حق الناس اللي يتمشون في البث عندنا او في المسارات. بالاضافه ان هذه المسارات ناس ما تقولين عندنا فرنتشرز فيها، الواحد اذا مثلا رايح مع عيلته يتمشى مع عياله يقدر انه يستريح فيهم. وكل مكان يعني الفرنتشر مش واحد فيهم، يعني كل منطقة تقريبا يكون مختلف. ف ما قلت لك هذه المسارات هي واحدة من مهام اللجنة تعتبر. بعد عندنا الشيء الثاني اللي هي من مهام عندنا، احنا تقريبا خمس مهام حق اللجنة، لجنة المجسمات، منها المسارات، منها الجسور، منها تطوير الكورنيش، منها تطوير الدوحة المركزية، وبعد الحدائق. فهدفنا الأساسي إن إحنا بعد نحيي عناصر الطابع المعماري القطري والمعاصر، لما إحنا نسوي دائما دمج بين شيئين يطلع لنا شيء يعني مميز، نفس ما أنتم عندكم في الفن أتوقع اللي هو الفن أيوة. التجريدي. صح، هو لا الصراحة شغلات اللي قلت عنها، حتى الفرنتشرز صاروا واضحين في كل مكان، يعني أنا صرت كل ما أروح حتى المناطق أو الفرجان ألاقيهم، فممكن الواحد يطلع يمشي في الفريج ويقعد ياخذ بريك، لأن صراحة لاحظت هالشيء وايد متوزع في الدوحة. شيء ثاني فاطمة، بس ذكرتي موضوع منطقة الدوحة المركزية،
ممكن تكلمينا عن هالموضوع؟ الدوحة المركزية هي فكرتها الأساسية لما إحنا بنسوي الناس ما تعرف إن البلدان اللي برا دايما عندهم داون تاون حق المنطقة. الفكرة ايوه إنها تكون المنطقة مثلا فيها أسواق تقليدية، ممكن تكون فيها الشوبس حق السوفينيرز وهالأشياء. فهني عندنا منطقة الدوحة المركزية إحنا سميناها مركزية، هي متمركزة في وسط الدوحة، والحمد لله رب العالمين. طبعا زار البايلوت بروجكت الشيخ تميم الله يحفظه، وابدا رايه في المشروع. اذا ممكن المتابعين ما يعرفون شنو هو البايلوت بروجكت، هو ناس ما نسميه كنا بروفه حق المشروع كامل. يعني ممكن نحط فيها الفلورنج، شنو بيكون الارضيات، الفرنتشرز اللي بنحط، الواي فايندنج، فكل شيء في هاي المشروع بيكون مميز مختلف عن المشاريع الثانيه. يعني الواحد لما يدخل المكان نفسه بيشوف انه يعني بيعرف ان هاي الدوحه المركزيه، مو بانه هو في مكان ثاني. ركزنا بعد على الواجهات المعماريه، طبعا في لها تطوير كبير. يعني تعرفين الدوحه المركزيه هي وين الاماكن اللي عند البنوك القديمه، اذا يمكن الناس ما تعرفون شارع حمد، بتكون طب هاي سوق المنطقه واقف كامله ومشارب مرتبطه. ايوه صح؟ هاي المنطقه البيرنج رود نسميها، يعني بيكون في طبعا اكثر من تصميم لها مختلف. فهاي المنطقه هي اللي بنطورها، في مباني بنحافظ عليها يعني ككتلة تكون موجودة، في مباني بنغير الواجهات المعمارية لها. بعد اوكي بننفذ طبعا الأعمال البيئة، البنية التحتية اللي هي المواقف، السيارات بتكون يعني عددها مناسب حق زوار المنطقة ومرتادين المنطقة نفس ما نقول. اوكي بيكون في مساحات بلازات ممكن إن إحنا نستخدمها تكون حق فيستيفالز، ممكن تكون يعني مثل ما تقول شتي الفود فيستيفال اللي إحنا نسويه كل سنة أو كل اوكي كم ايوه شهر نستغلها. وبعد بيكون في عندنا أعمال تجميلية أو أعمال فنية بتكون متوفرة معانا مع العديد من الفنانين إن شاء الله. فبيكون عندنا أكشاك بعد مختلفة يعني لها ثيم خاص فيها بس وهي تقريبا الشوارع. المشاريع اللي بتكون في هالمنطقة قريبة من مشارب، يعني كذي كافيات وممشى ولا؟ في أشياء قريبة يعني، هو في النهاية الفكرة تكون مختلفة، يعني إحنا ما نبي نكرر الفكرة في كل مكاننا في ممشى، بس اكيد بيكون في كافيهات، في مطاعم، يعني في اكثر من شيء بحيث ان احنا نجذب الزوار. هو الهدف الرئيسي ان احنا نجذب الناس ان هي تجي، لما يكون الشيء مميز الناس طبعا كلها بتروح له. اوكي. وبالنسبة اتوقع حق كل قطري، الكورنيش يعتبر معلم من معالم قطر، يعني ايه اكيد. وايد معروف كورنيش الدوحة. فعندكم اي مشاريع لا او مخططات مستقبلية حق تطوير الكورنيش؟ تطوير كورنيش الدوحة فيه لا مخططات، بيكون طبعا في مسار للمشاة والدراجات الهوائية، لأن الناس ما نعرف الحين الكورنيش ممنوع أتوقع أن ندخل البايسيكلز هناك بس حق المشاة. فإحنا اللي سويناه بيكون إن شاء الله فيه 3 أنفاق بتنفذها اللجنة قريب. الأنفاق هذه إحنا فكرنا ما نسوي مثلا جسور عشان يكون الموضوع شوي مختلف، الناس يكون يعني تنجذب حق الأشياء الغريبة. إحنا ما عندنا وايد أنفاق في الدوحة حق المشي، ايوه فالفكرة ان الناس بتمشي فيه، ممكن تستخدم السايكلينج، وبيكون هناك بعد في معالم فنية بتكون موجودة، فبيكون سهل علينا. يعني المنطقة اللي مجاب للكورنيش الناس بتمشي لها بكل سهولة، ما له داعي انهم يعبرون الشارع. اوكي. بس ايش سؤال، يوم ان احنا تطرقنا في الموضوع، في ممر انا خاطر اسالك عنه. شفتي وين عند البريد في نفس النفق كذي مشتغلين عليه ورد، او ما انا للحين صراحه ما زرته، لكن اشوف الناس وايد يصورون فيه. بعد هو تابع نفق لكم هالشغل؟ نفق هو ولا نفق بس او سنتر ممر؟ شيدنج ديفايس؟ صراحه ما ادري هو نفق ولا بس ممشى، فما اعرف هل هالشيء شغلكم هاي ولا لا. اتوقع في عندنا شيء تجريبي كنا نسويه هناك، اوكي اللي هو وايد مثل صوروا فينا. اي عرفته. بس خلينا شوي نذكر المتابعين اذا عندكم اي استفسار او اي اسئله تقدرون تسالونا في بوكس الاسئله تحت. موضوعنا ايوه اليوم عن أعمال لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة. اوكي نكمل. تكلمنا عن تطوير الكورنيش. ايوه هالأعمال كلها وهالمشاريع اللي انتم قاعدين تشتغلون فيها أكيد في تعاون مع جهات ثانية، فممكن تكلمينا عن هالتعاون مع الجهات؟ إيه أكيد طبعا، إحنا كهيئة أشغال العامة نعمل تحت مظلة وزارة البلدية والبيئة. طبعا في عندنا تعاون مع الكثير من الوزارات والهيئات، منها وزارة المواصلات والاتصالات
وزارة الثقافة والرياضة، بعد عندنا هيئة المتاحف، شركة السكك الحديدية القطرية، وبعد عندنا المكتب الهندسي الخاص. في النهاية هدفنا واحد، إن إحنا نحقق رؤية قطر 2030. فالحمد لله رب العالمين، يعني التعاون من جميع الهيئات عشان إحنا بعد نكون في نفس الوقت بيئة تكون صديقة للمشاورة كبير الدرجات الهوائية. ف يعني أهم شيء التعاون في النهاية يعطينا شيء حلو حق بلادنا. صح. إنزين الحين بس بنتطرق حق موضوع الحدائق، احنا قاعدين نسأل كذي بس ورا بعض علشان نعطيكم مجال او نعطي مجال حق الاختباط معكم بجاوب على اسئلتكم. فالسؤال الثاني اللي عندي اللي هو عن الحدائق، فكلمينا شوي عن مشروع الحدائق، سواء حدائق الفرجان او الحدائق اللي قاعدة تتوزع في الدوحة من مشاريع. الحدائق مثل ما تشوفون صار فيها تطور كبير، يعني كل ما تروح مكان في حديقة معينة، يعني بغض النظر عن الحدائق الكبيرة عندنا، بس الحمد لله لجنة اللجنة الفنية قاعدين نسوي حدائق متعددة، منها مثلا حديقة الأبراج سميناها بهالاسم لأنها قريبة، شفتي وين المكان اللي يكون فيه أشغالنا بشكل عام هناك. ايوه فالفكرة إن مثلا الواحد لما يشتغل عنده بريك يقدر ينزل في الحديقة يتمشى، في يكون هناك كافيه. الحديقة هي أوريدي جاهزة هذه يعني الحديقة؟ فتحناها، إيه فتحناها من فترة. اوكي وعندنا اوكي صح، بعد فكرة حلوة انها حديقة تكون بالابراج. إيه، لأن تعرفين من الموظفين الواحد يبي يفصل شوي عن الدوام، فيروح يعني ياخذ راحته شوي، يشرب له كوفي، يرجع ايوه مرة ثانية يشتغل. بالعكس هيحافظ حق الموظفين إنه بعد يتمشون، فشي حلو. بعد عندنا حديقة المسرح اللي نسميها احنا بالفور سيزن. بعد خلصنا أكثر من الأعمال اللي هي نسميها الساحات، عندنا فريج كليب، عندنا الجولف. بعد نفس ما قلنا ذكرنا حديقة الأبراج. حديقة الأبراج دائما احنا كلجنة يعني نحافظ على عنصر الاستدامة اللي يكون موجود، ونحافظ على انها تكون الماتيريالز اللي نجيبها دائما تكون مصنعة محلية، يعني مصنع قطر، المصانع المولدة في قطر. فهذا شيء جدا حلو ان احنا قاعد ندعم مصانع القطرية. أكيد طبعا. عندنا بعد 7 حدائق ثانية اللي نسميها احنا بالحدائق المركزية. الحدائق المركزية هاي كلها لها تيم واحد، يعني لما الواحد يروح يعرف انه هو وصل حق هالحديقة المركزية. طبعا هذه الحدائق بالتعاون مع وزارة البلدية، منها أم سنيم، منها روضة الحمامة عندنا في الغرافة. ونهاية 2019 تقريبا خلصنا من 4 حدائق، اه ما في شاء الله. حدائق بعضها حق الصيانة. إيه يعني في 4 حدائق الحمد لله خلصت، وفي عندنا حدائق حق الصيانة، في حدائق إن شاء الله بتم تنفيذها 2020. وبعد الحدائق عندنا إيه، عندنا 21 حديقة داخلية اللي هي حدائق الفرجان. اوكي يعني هالشيء حدائق انا ودي الفرجان اعرفه، يعني في كل منطقة بتكون في حديقة خاصة او كل فريق حديقة خاصة، ولا شلون توزيع ايه الحدائق تقريبا، بالفرجان؟ تقريبا كل فريج بيكون في منطقة. مثلا اذا شفت انت منطقة حزم المرخية في تقريبا حديقتين، يعني احنا مثلا نعتبر نحل الحمام حديقة خاصة بنفس المنطقة نفسها، فكل منطقة عندنا تقريبا بيكون فيها حديقة، بحيث ان يعني مساحتها بتكون متناسبة حق الزوار اللي بيزورون الحديقة هذه. تيم تقريبا بيكون موحد حق جميع الحدائق. قلنا لك 21 حديقة تقريبا، ايه 21 حديقة. بعد في واحدة من الحدائق اللي قاعدين احنا نشتغل عليها اللي هي حديقة الضعاين. الحدائق الثانية هذه مثل الضعاين لها تيم مختلف ثاني، يعني لها كونسبت مختلف غير على الحدائق الثانية. في حدائق موحدة وفي حدائق لا لها كونسبت خاص فيها، ممكن يرمز على اسم المنطقة، ممكن على الذكرى اللي صارت في المنطقة نفسها، فعلى حسب. اوكي الحين شوي ندخل مجالي الفني. انا اللي عارف ان عندكم لجنة فنية، واللجنة الفنية هي دورها اللي يختارون المجسمات الفنية اللي قاعدين يتوزعونها في الشوارع علشان تجم المكان، حتى الرسم اللي في الانفاق، صح؟ ايوه اختصاص اللجنة الفنية. فممكن تكلمينا عن هاللجنة وشلون اصلا هم ليش يختارون مثلا هالرسمة في هالجسر، ولا ليش يحطون هالمجسم، ويعني عرفتي، بس نبي نفهم الرسم اللي في شغل الانفاق اللجنة. من شوفي اول شيء خلينا بس اوضح نقطه لتشو حق المتابعين، ان احنا اللجنه الفنيه هاي تتبع اللجنه الام اللي هي لجنه التجميل.
طبعا اوكي اللجنة الفنية تكونت بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، بالتعاون مع هيئة المتاحف ووزارة الثقافة والرياضة، فكوننا لجنة مع بعض. كانت الفكرة ان احنا نشجع الفنانين الاقتريين والمقيمين، ان نبي نشوف ابداعاتهم في السكالبتشرز اللي هي المجسمات، وبعد في الرسم او الناس ما نسميها الاعمال الفنية. فاول شيء احنا قاعدين نبلش ان شاء الله في الدوحة المركزية، في عندنا اماكن معينة نبي نشوف فيها سكالبتشرز، نبي نشوف فيها اعمال. ف يعني طبعا العمل لازم يكون وايد اتراكتيف ويجذب الناس. انتوا مثلا الحين اعمالكم شلون تجذبين الفنان او اللي تشوفون الصور، شلون تجذبينهم من اي ناحية؟ تكنيك او اختيار الالوان على ايوه، حسب فممكن كل هو واحد نفس يعني. الفكرة. ايوه، فنفس الفكرة، احنا عندنا كم مجسمة، طبعا هاي شيء يحتاج دراسة كبيرة. احنا نتكلم كعمل مجسم، لان المجسم لازم نشوف شكله مع المحيط، هل هو متناسق مش متناسق. طبعا في لجنة بعد بتقيم الفنانين من حيث التكنيك، من حيث المجسم نفسه، النسبة والتناسب بتكون جدا مطلوبة. اتوقع بعد هالشيء عندكم في الرسم، عندكم الفن التجريدي قلنا، ايه ودرستوا بعد بالايه الظل والظلال اتوقع، والتكوين، هاي كلها احنا ايه في العمارة بعد عندنا نفس ايه المواد. فبالعكس هاي شيء يعني تبي في شيء يربطنا بين العمارة والفن. في تاتش ف فني بين الاثنين صح. ايوه اي، فهالفكرة قلت لك احنا ندعم واشي الفنانين الاقطريين والمقيمين، ونبي نشوف اعمالهم على ارض الواقع ان شاء الله. ما راح يكون عندنا بس الدوحة المركزية اللي يعني اللي فيها بس السكالبتشرز والارت وورك، لا، احنا لان احنا شغالين الحين في الدوحة المركزية، ف نبي نخلص هالمشروع في البداية، بس عندنا اماكن ثانية، كل ما كان في مشروع جديد كل ما كان في مجسم وارت وورك جداد. اوكي، وبيكون في شرح حق كل مجسم، يعني مثلا اذا بتختارون مجسم معين ممكن يكون المجسم مش مفهوم بالنسبة للناس او ليش حاطينه في هالمكان، فبيكون في ديسكريبشن علشان الناس يعرفون ايش معنى هالمجسم، ولا اي اكيد بيكون بس شكل اكيد اكيد جمالي؟ احنا لا، مو بشيء جمالي، لازم بالعكس الناس تعرف شنو فكرة المجسم. في بعض المجسمات ممكن الناس تدخلها، تدخل داخل المجسم وتشوف، تستغرب، تبي يعني في ناس بعد دقيقة بتعرف التفاصيل من ناحية الالوان، ليش اخترت هاللون، ايش اللون الثاني. فاحنا اوريدي عندنا في هيئة الاشغال في الموقع الرسمي لنا حاطين على المجسمات، بس ان شاء الله بس تنزل يعني تكون موجودة المجسمات اللي بيسوونها لنا الفنانين، يعني بيكون فيها ديسكريبشن اكثر. او ممكن مثلا تكون فكرة ثانية ان احنا نحط الديسكريبشن نفس الميوزيومز، نحطها تحت تكون مكتوبة مثلا المجسم شنو الكونسيبت ماله، شنو هي فكرته، او شنو تاريخه مثلا. فبالعكس بيكون شيء واضح ان شاء الله. بعد الفتون تكونين معانا من ضمن الفنانين تشاركينا في جدارية من الجداريات اللي عندنا. ان شاء الله والله ليش لا. انزين اختي فاطمة، الحين لين الحين ايش ممكن تقولي لنا عن انجازات اللجنة؟ إنجازات اللجنة، بلشنا قلت لك الحدائق خلصناها، الدوحة المركزية اوريدي احنا بلشنا فيها، يعني في قسم ان شاء الله قاعد يخلص. عندنا حدائق، يعني هي الحدائق اكثر شيء اللي برزت معانا. اوكي سوينا حملة مع وزارة البلدية اللي هي كانت حملة قطر وعيالنا يزرعون الشيرة. الحملة كانت جدا فعالة الحمد لله، ونالت صدى جدا كبير في السوشيال ميديا، في السوشيال ميديا والتلفزيون، يعني جميع وسائل التواصل الاجتماعي. الفكرة نفس ما يقول لك، لما نعلم الياهل وهو صغير انه يحافظ على بيئته شلون، فخلاص بيعرف في البداية انه مثلا شلون احنا نحافظ على البيئة من ناحية الاشجار. الاشجار طبعا معظمها اشجار محلية، بعد اوكي ممكن انهم شافوا الباثويز اللي موجودين، فخلاص تعرفين كنا احنا نعلم اليهال من هم صغار ان تشوفوا ترى في حياه صحيه، احنا نقدر نمشي في هالمسارات، نقدر نسوي رياضه في هالمكان، يعني ما حد عنده عذر يقول بروح الجيم، لا خلاص في اماكن ثانيه نقدر نسوي فيها مشي. فهاي واحده من الانجازات. ايه بعدين اللجنه اللي كونوها طبعا مع الفريق التعاوني اللي هو وزاره البلديه والبيئه وهيئه المتاحف، هاي تعتبر بعد واحده من الانجازات ان شاء الله شغالين فيها، وإن شاء الله يطلع لكم شيء حلو ويسعد كل متابعين هيئة الأشغال. أتوقع إحنا عندنا بعد التوعية بالنسبة حق البيئة وايد قوية، لأن أنا ما أشوف عندنا عرفتي العنف ضد النبتة، ما عاد يسمونه كذي، بس إيه، أحس الحمد إن لله في صح، في توعية أماكن ثانية، صح، في أماكن ثانية يعني
تشوفينهم يقطعون الشير ما يحافظون عليه، بس لا الحمد لله إيه حلو ما الحكومة شاء تعزز هالشيء في الأطفال. يعني حتى كانت من ضمن الحملة اللي احنا نوزع عليهم شتلات صغيرة عشان يهتمون فيها، يعني كنا نقول لهم عطوها أمكم ولا أبوكم كل يوم اسقوها ماي، إن هاي الشركة اللي ما اهتمتي فيها هي تكبر، فهاي شيء حلو يعني اليهال إيه. بالذات الصغار بسرعة يعني يلقطون الفكرة، خلاص يصير عندهم شيء إنه لا لازم أنا أحافظ على بيتي من هالناحية يعني. ايوه صح زي اختي فاطمه ما شاء الله. احنا اللي نعرفه او اللي سمعناه ان ورا كل هالانجازات اللي انت قلتيها وهالمشاريع لجنه مهندسين قطريين، اي فممكن نعم تكلمينا عن طريقه شغلكم مع بعض، شلون شغل التيم وبما ان لجنه قطريه يعني. الحمد لله رب العالمين. اول شيء بعدين بغيت اتكلم عن اللجنه بشكل عام. رئيس اللجنه اللي هو المهندس محمد الخالدي. طبعا اغلب الكادر اللي موجود في اللجنه كادر نسائي الحمد لله من تخصصات متنوعه. الحلو في اللجنه بشكل عام ان كلنا متعاونين، يعني لما يقول لك دائما الفريق عمل الجماعي دائما يكون ناجح. فالتخصصات عندنا مختلفة، في بعضهم معماري، في عندنا اندستريال، في عندنا استشاريين. يعني حلو التيم لما دائما التيم لما يكون متعاون خلاص تعرفين نكتسب خبرات، كل واحدة تكتسب خبرة من الثانية، من حيث في بعض التفاصيل مثلا في الديزاين في ناس تكون عندها خبرة أكثر في الديتيل، فتشوفين يعني التنوع موجود. والحلو ان اذا كان في اي مشروع حتى لو مثلا وحده ماسكته من البنات، لا ناخذ راي الكل نشوف شنو، يعني مو بمشروع لها بروحها، لا يعني نستشير، لا ايش رايك مثلا نغير هاللون، ايش رايك نحط هالماتيريال. فحلو حب ايوه التعاون دائما حلو، ومن لا يشكر لا يشكر. في النهايه هكذا فضل رب العالمين وفضل المهندس الدكتور رئيس هيئه اشغال الدكتور سعد المهندي والمهندس محمد الخالدي، هم كانوا الداعم الاساسي لنا للامانه. يوم دعمونا احنا صار عندنا حافز اكثر، نحن كل واحده تبدع في مجالها، كل واحده تعطي اللي عندها يعني بكل حب. لما انت تروحين الدوام مستانسه تعرفين ان انت بتعطين، وفي ناس بتاخذ برايك، بالعكس والله يكون مجهودك جميل، يعني تشتغلين بكل ذمه. فهاي صح، الحمد اشكرك على لله يعني هالكلام دعمنا والله صدق. والله. لا صدق هاي صدق هاي شيء يعني انا من تجربه. البنات اللي معاي رئيس قسم الحمد لله جدا متعاونين جدا، حتى الدكتور سعد متعاون، ولا وغيروا هالفكره وسووا هالفكره، يعني كلنا يد واحده في النهايه. ودعمهم دائما لما الواحد يعطي ثقه زياده يكون خلاص عنده بوزيتيف انرجي، لا انا بسوي بفعل، لدرجه ان احنا شغالين يعني الحين في رمضان ما اقول لك يعني نشتغل عادي حتى في الليل، تصير يلا اجتماع اوكي اجتماع مع بعض. فحلو الشيء، خلاص تحبين شغلك، لما تحبين شغلك خلاص تبدعين. هو الدعم مجرد حتى كلمة وتقدير يخليك تنجزين اي يعني. صح نعم صح كلامك. يعطيك العافية أختي فاطمة. الحين ممكن نبتدي مع أسئلة الفولورز ممكن علشان نشوف نبتدي الأسئلة. نجاوب عليها. أنت ما عندك أي أسئلة ثانية أنا حابة شوف أنا تستفسرين عن دخلت شيء؟ أسئلتي بين الأسئلة، فيعني لا الصراحة يعني حتى أنا بس عندي سؤال، لأن تحصلين سؤال من اللي هو شفتي الأنفاق، أنا أشوف رسومات على الأنفاق، كل ايوه نفق غير عن الثاني، على أي أساس ايوه مثلا تختارون في هالنفق خيول والنفق الثاني مثلا تصميم هندسي؟ في اهو على حكمة حسب ولا لا؟ المحيط. اي اكيد في على حسب المحيط، يعني مثلا خلينا نشوف جسر محور الصباح، ليش احنا حطينا ابراج الكويت؟ لان من اسمه محور الصباح، فيعني احنا استنبطنا الاسم وحطينا الفكره، فدائما عشان يربط الواحد. لما هو انا اتذكر مره جاني احد من برا، من يعني من ربعي، فكانت تقول لي انا لما امشي في الشارع ما احس ان انا مثلا في هالجسر ولا انت شلون تميزين؟ فمنها احنا استنبطنا ان لا لازم نخلي كل شيء فيه، يعني في مثلا دراونج معينه او شيء معين، عشان الواحد خلاص يلقط انه هو في هالمنطقه. اوكي، خلينا نشوف يعني الاسئله مع نفق بعض. الريان الخيول ايوه معناتها الفروسية، الحين استوعبت. ايوه ايوه هاي الفكره، انا كل شيء يعني يربط في شيء، هو مديك حق الفروسيه. اوكي نشوف الأسئلة. ما شاء الله الأسئلة وايد. عندنا سؤال هني، هل هل هناك هناك تقرين مشاركة معي في المجتمع بالتصاميم؟ طبعا أكيد احنا سوينا لجنة المجسمات والأعمال الفنية عشان يشاركون الفنانين معنا، فحتى لو أنتم عندكم أي فكرة يعني
فكرة بس في بالكم، ممكن تجون تقدمونها عندنا في هيئة الأشغال العامة. بالعكس نبي نسمع رأيكم، لأن في النهاية هالشغل كله حق المجتمع القطري وحق المقيمين، فعطونا أفكار وإن شاء الله إحنا بننفذها. شلون ممكن يوصل ندرسها لكم الفكرة؟ عن طريق الويب سايت ولا ياخذون عندنا في موعد؟ الويب سايت، ممكن إيه عندنا في الويب سايت، في عندنا إيميل موجود، ممكن يطرحون أفكارهم هناك. اوكي نشوف عندنا السؤال سؤال الثاني. ثاني. معلش اسمحوا لي، يمكن تسمعون عندي ازعاج ريهال، بس والله ما شاء الله الأسئلة وايد. عندنا هالسؤال، هل كورونا أثرت على المشاريع؟ لا الحمد لله، انتوا الحمد قاعدين في بيوتكم احنا قاعدين نشتغل فالحمد لله لا الكورونا ما أثرت، كل شيء قاعد يتسلم إن شاء الله في وقته، وفي بعض المشاريع قاعد تتسلم قبل وقتها فما فيها تأثير يعني الحمد لله. إيه لا شغالين أشغال، شغالين لحد الآن. حتى من ناحية العمال. ايه العمال صرنا نخليهم شفتات، يعني شفت في النهار وشفت في الليل، فما في اي تأثير الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله أتوقع الناس صدق يبون يعرفون عن ايه ما شاء الله كمية المشاريع الجاية. الأسئلة، حتى مساحات. عندنا هاي السؤال، لماذا مساحات لماذا الحدائق مساحات مختلفة؟ الحدائق مختلفة؟ بعض مختلفة، بعض الأماكن صغيرة وبعض الأماكن مساحتها مناسبة. هو على حسب الأرض اللي موجودة في المنطقة، يعني احنا في النهاية لازم نسوي دراسة حق الحدائق من حيث السكان اللي يكونوا الموجودين، وفي بعض الأماكن يعني ممكن يكون إذا كانت مساحة الحديقة صغيرة يكون مثلا في حديقتين في نفس المنطقة، وهاي الفكرة إن في مساحات كبيرة مثلا إحنا عندنا الحين حديقة لابورت مساحتها وايد مناسبة حق الموظفين اللي موجودين، لكن في حدائق ثانية لا مساحاتها صغيرة لأن مثلا يكون في أكثر من حديقة في نفس المكان، فأنت تقدر تروح الحديقة المعنية أو اللي أنت تبيها. اوكي مشاريعكم بس مشاريعكم حدائق؟ لا حرام لا عليكم وعلى مشاريعنا كل اللي قاعد انا هلك اللي قلت بس حدائق، لا عندنا وايد مشاريع، عندنا منها الجسور، يمكن الجسور ما تطرقنا لها الفتون. عندنا ايوه الجسور، يعني انا واحده ماسكه الحمد لله تصاميم الجسور، كل جسر بيكون مختلف عن الثاني. في جسر بتكون عندنا طبعا واحده بس، في جسر لا، وطبعا تصميم الجسر لازم ناخذه يكون مستوحي من المكان اللي حوله. في النهاية احنا يعني نعتبر بلدة صحراوية، لازم بالعكس نعتز بهالشيء بثقافتنا، انه يعني ما ندخل وايد اشياء غربية، حلو ان الواحد يدخل في منطقة معينة بس حلو الواحد بعد انه يعتز بثقافته ان احنا بلدة صحراوية بالعكس، فنشوف اشياء حتى تكسر الالوان تكون مناسبة مع طبيعة المنطقة نفسها. في اسئلة متكررة، فنشوف هالسؤال، نبي أماكن حق السكيتينج في قامت كل تجي الطلبات. المناطق إن شاء الله. ليش لا، ممكن نحطها في الحدائق عندنا، ممكن نحطها يعني عندنا الحين، ممكن بعد أوصل تستخدم يعني ممكن السكيتينج عندنا. نقفل. إيه ممكن أوريدي إحنا عندنا المسارات الموجودة ممكن يستخدمونها في السكيتينج، ولا هم يبون نزلات وطلعات ممكن بعد نوفرها لكم إن شاء الله. ليش لا، هي أتوقع يبون نفس حديقة البدع قبل، ما أعرف إذا لين الحين ما اتوقع ايه اتوقع إيه. نفس الشيء ان شاء الله بنوفرها لكم. السلام عليكم، دور الفنان القطري للإسهام في المشروع، وهل المجسمات والمنحوتات لها دور؟ متى الشروع بالموضوع؟ اوريدي احنا تكلمنا عن هالموضوع من قبل، سوينا مسابقة كانت للفنانين بشكل عام،
وقدموا عليها فنانين للأمانة، بس بعد عندنا يعني اوريدي شنو سؤال اجين، مشروع مجسمات ملحوظات. اي اكيد نبي مشاركة الفنانين الإلكتريين. احنا اوريدي قدمنا، سوينا مسابقة، المسابقة كانت حق الفنانين الإلكتريين، بس يمكن اخ محمد انت ما وصل لك او ما عندك فكرة عن هالموضوع. بس ان شاء الله راح نطرح المسابقة ان شاء الله مرة ثانية، في كون ان هناك في مشروع جديد، في بيكون مسابقة ثانية حق المواطنين الإلكتريين والمقيمين، ونشوف ان شاء الله ابداعاتكم. اختي فاطمة، بس سؤال، اذا مثلا في فنان عنده مجسم يحس انه هو يستاهل انه يكون يعني مثلا واجهة او تجميل الاماكن السياحية، ممكن انتم تقابلون هالفنان اذا قدم وتشوفون المجسم وتعرضونه، ولا لازم يكون على كونسبت معين طبعا انتم مختارين؟ لا، ممكن ترى ممكن احنا ناخذ المجسمات، واحنا بوجهة نظرنا مع طبعا ايفاليشن اللجنة اللي المجسمات، نشوف وين المكان اللي نقدر نحطه. يعني ممكن هو حاطه في مكان معين، بس احنا نشوفه من وجهة نظرنا انه هو ما يناسب مع هالمكان، فممكن بالعكس ان احنا ناخذه ونشوف المكان المناسب له. اللي ما لحق على اللايف من البداية أتوقع بتسيب اللايف أكاونت أشغال علشان يلحقون، على لأن قالت لكم أخت فاطمة ممكن إن أنتوا تتواصلون معاهم عن طريق الويب سايت وتطرشون لهم أفكاركم. ليش ما في حدائق في روضة الحمامة؟ لا، في توني ذاكرة هالشيء، اللي هي من الحدائق المركزية، شغالين فيها إن شاء الله بتفتح قريب. الحدائق المركزية احنا قلنا 7 حدائق، كلها بتكون لها طابع موحد تقريبا. اللي فتحناها في بتكون في روضة الحمامة، في بعد عندنا روضة الخيل، وفي الغرافة. اوريدي 4 تم تصميمهم، وفي بعضهم الحين بدينا ننفذهم. يعني أتوقع جاهم هالفضول نفسي، ايش كثر يبي لهم تقريبا عشان يفتحون؟ شوف، هو على حسب انهم هي التايم لاين، يعني في بعضهم ان شاء الله الحين اللي يتنفذون في 2020، في بعضهم قاعد يتنفذون هالسنه، وفي بعضهم لا خلصوا من نهايه تم تصميمهم. اتكلم عن تصميم، تعرفين اختي الفتون يعني هالمواضيع تاخذ وقتها شوي، يعني لان احنا مش بنفسنا طبعا مع وزاره البلديه، ففي يعني العديد من الاشياء اللي احنا لازم ندرسها بعين الاعتبار عشان نسلمها للمواطنين. Okay, what other kind of projects do you have? Are all the project parks already جاوبت عليه؟ بس I think إنهم يبون الجواب in English. لا، ما اتوقع ان باركس، مو بس باركس، احنا مش تخصصنا بس حدائق، في شواطئ، عندنا شاطئ راس بعبود من احد المشاريع الكبيره عندنا. الشاطئ فكرته ان احنا حطيناه في وسط المنطقه، يعني في وسط الدوحه، ما لنا داعي نتعنى نروح سميسنا ونروح جنوب، لا بيكون موجود في الوسط. بيكون متميز انه في مسار المشاة والدرات الهوائيه، بيكون في اكشاك معينه، يعني بيكون حياه ثانيه شوي، قريبه من البحر، الناس تقدر تستغل البحر في نفس الوقت. فعندنا شواطئ، شغالين بعد على شواطئ ثانية إن شاء الله في الشمال. يعني في عندنا أماكن ثانية إن شاء الله بخصوص الشواطئ. ليش ماخذين فكرة عنكم لكل مشاريعكم بس حدايق؟ لأن إحنا طلعنا بحملة حملة التشجير، هي اللي نامت صدى نفس ما قلت لك من البداية، فأحس إن الكل عبال إن إحنا بس تشجير وحدائق. قاعدين نسوي جسور نفس ما قلت لكم، قاعدين نسوي الأنفاق بعد، ولجنة الأعمال الفنية، ففي أكثر من شيء. يعني الدوحة المركزية بنفس المشروع ضخم، فبتغير الواجهات المعمارية فيه، يعني في عندنا أكثر من شيء. لا اليوم صراحة استفدنا، تعرفنا على أشغال أكثر، عرفنا شنو شغلكم بالضبط. أهم شيء عرفت شغل اللجنة، لأن اللجنة كلها عبالهم إنه بعد اشغال بشكل عام، كل عوالم نحن بس نسوي شوارع، احنا نشتغل في اكثر من مجال. يعني مثلا عندنا ديبارتمنتس ثانيين يشتغلون عندنا في المدارس، في المستشفيات الصحيه، في المساجد، فمش تخصصنا بس شوارع. الشوارع طيب الشيء الرئيسي عندنا، بس عندنا اشياء ثانيه. ما هي المهام الرئيسيه اللي تقوم بها اللجنه؟
ذكرناها من قبل، المهام الرئيسية أعيدها لكم مرة ثانية نوضحها لكم. المهام الرئيسية المسارات، مسارات المشاة والدراجات الهوائية، عندنا الجسور، عندنا تطوير الدوحة المركزية، عندنا الشواطئ، عندنا الحدائق. فهذه هي نفس ما قلنا المهام. وفكرتنا الأساسية أن إحنا نشجع الناس أنها تغير ثقافتها في الرياضة، في المشي. يشجعونكم على الرياضة أكثر عشان ما يكون عندكم عذر. نفس الحين عن فترة الحجر أتوقع الواحد يبي يمشي في أي مكان، خلاص أهم شيء يتمرن، فهم أوريدي مهيئين لكم هالشيء. شنو وجهة نظرك في فكرة اللايف مع أزمة الكورونا؟ أنا أشوفها للأمانة فكرة وايد حلوة، لأن المهندسين اللي دخلوا من قبل في اللايف وتكلموا، أنا ما كنت أعرف مشاريعهم، مع إن إحنا كلنا سفراء أشغال، بس ما كنت أعرف هو المهندس الفلاني شغال في هالمشروع. فاستفدت، عرفت مثلا شنو المشروع، شنو المقاسات اللي هم يسوونها. يعني إحنا استفدنا كموظفين قبل ما المتابعين يستفيدون. فأنت شنو وجهة نظرك؟ أفنان الفتون، سوري الفتون الفتون. الله يسامحك. اسمعي لي. شو اسمه، وجهة نظري احس ان الانترفيو باللايف وايد قرب، يعني حتى تحسين شوي يكسر الحواجز. في التلفزيون يمكن الواحد يكون رسمي اكثر، ما يقدر ياخذ راحته، لكن اللايف طلع الشخص على طبيعته اكثر، عرفتي؟ اي يعني احس نتكلم الواحد بكل يتكلم من قلبه عفوية، في صح. اللايف. ايه ما هي الخدمات المتوفرة في الحدائق؟ عندنا مسارات كنا حق المشاة والدراجات الهوائية. بيكون في بعض الحدائق فيها أكشاك، فممكن نخلي في الكشك ريفرشمنت مثلا حق الناس اللي تزور الحديقة. بيكون في بعضها أماكن حق لعب الأطفال. طبعا السيتنج اريا نفس ما قلت، كل حديقة تكون مختلفة عن الثانية. في بعضها مثلا حديقة الأبراج يميزها في واحد من السيتنج اريا شوي لونه أحمر، فيجذب النظر الواحد إنه يروح يعني يجربه ويقعد عليه، بعد من مادة أيوة. يعني مختلفة شوي. بس بالنسبة للسيرفيسز، يعني خدمات الحديقة، مثلا حديقة الأبراج نفس السيرفيسز فيها في حدائق الفرجان؟ احنا عندنا اشياء يعني ستاندرد تكون موجوده في كل حديقه، يعني كل واحده على حسب الاحتياج الناس الموجودين حولها. يعني طبعا احنا ندرس طبيعه الناس اللي بيجون الحديقه. حديقه الابراج لها طابع مميز فيها لانها موظفين، لكن اللي عند حديقه الفرجان يكون مثلا خاص البيت قريب منك، فما نحتاج الكثير من السيرفز فيها. اوكي. في اسئله متكرره، ما يمكن لأن في ناس لحقوا على اللايف توهم. الله يجزيكم خير، عايزين شغل مختص بالزراعة. كل مكان في زراعة الحين في الدوحة، مو مقصرين معاكم، كل مكان الحمد لله رب العالمين قاعد نتطور. يعني الحين مثلا مسارات المشاة والدراجات الهوائية موجودة في الشوارع الرئيسية، واحنا رؤيتنا مش بس 2020، لا رؤيتنا 2030. فإن شاء الله كل مكان بيكون في مسارات وفي زراعة. بنغير شوي من طابع القطار الصحراوي، بندخل شوي طابع اللون الأخضر بيكون موجود معنا. أتوقع نكتفي بهالقدر من الأسئلة اليوم. شكرا لك الفنانة ما الراقية قصرتي والله، دكتورة يعطيك العافية. وأنا عن نفسي وايد استفدت، يعني صدق أحس زين. عرفتكم الحمد لله، أكثر، عرفنا مشاريعكم أكثر، وصدق يعطيكم العافية، وايد استمتعت أتمنى معك في بعد اللايف. إن شاء الله المتابعين يكون استفادوا من هاللقاء. واللي أقوله في النهاية، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، وإن شاء الله نشوفكم في يوم ثاني وموضوع ثاني في برنامج ساعة مع أشغال. يعطيك العافية. الله يعافيك.